مطالب شرعية ونرفع شارة الانتصار هي أعادي القضية وأعادي الحرية المطيف في خطأ الممرد له حقوق مطالب شرعية. هذه الوقفة جاءت بناء على البيان الإقليمي لحركة الممرضين وتقني السحاب المغرب فارسلة من أجل أولا أن نقول بصوت واحد وبصوت مرتفع أن الممرض المغربي وآلاف الممرضين وتقني السحاب المغرب لم ينصفوا ولم تحقق مطالبهم العادلة والمشروعة. جئنا نقول بأن الممرض المغربي وتقني السحاب ما زال يعاني من الحيف والإقصاء ويتم اتخاذ بروباغندا إعلامية للأسف من طرف وزير الصحة على أساس أنه تم إنصاف آلاف الممرضين، ولكن الحقيقة غير ذلك، أن الممرض لم ينصف نهائيا. نحن الآن اليوم في صدد إحياء هذا الحراك التمريضي بعدما رأينا بأن جميع الحوارات الاجتماعية الدائرة في دوالب وزارة الصحة وجميع الجلسات الاستشارية الآن التي تدور من أجل مناقشة مجموعة من القوانين، مجموعة من مراسم القوانين، مجموعة من نصوص تنظيمية الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، أنه لا تتناسب مع تطلعات الممرض المغربي وتقني الصحة وتتضمن مجموعة من الإجهاز على المكتسبات الخاصة بالممرضين. جئنا اليوم لنذكر بالمطالب العادلة والمشروعة، بالمطالب الأولية للممرضين، والتي تتجلى أساساً بمطلبين جوهريين: الإنصاف في التعويض على الأخطاء المهنية وتحسين شروط الترقي. هذا الإنصاف في التعويض على الأخطاء المهنية هو واحد المطلب اللي عمر أكثر من 12 سنة وكان من بين الأولويات، ولكن للأسف وفجأة تذيل هذه المطالب ولم يعد يسمع له خبر، وبالتالي جئنا لنذكر هذا المطلب لأنه يملك من الحجية القانونية ومن المشروعية ما يبرر أن نناضل عليه. فالممرض الآن وتقني الصحة يتقاضى فقط 1400 درهم في تعويض على الأخطاء المهنية، في حين أن فئات أخرى من نفس القطاع تتقاضى من 3000 درهم إلى 6000 درهم. هذا الفرق الشاسع في التعويض على الأخطاء فهو غير مبرر وغير مفهوم ويتضمن من الحقرة والتحقير الكبير. ونحن نقول بأن الخطر لا يميز بين الفئات، خطر واحد تعود واحد. وباليادي القوية أراكيز بغيتونا وفي التعويضات نقصيتونا مطلبونا هو الإنصاف في التعويض عن الأخطار. نطالب بشدة أولا بتعديل المادة 23 من القانون جزء 17535 الخاص بنظام التعويضات وإدراج هذا التعويض في إطار هذه التعويضات والرفع منها حسب الدرجات على غرار مجموعة من الفئات الأخرى. المطلب الثاني والذي لا يقل أهمية على المطلب الأول والخاص بتحسين شروط الترقي، فشروط الترقي للأسف فهي بطيئة وبطيئة جدا. تصوروا أن الممرض المغربي من أجل أن ينتقل من درجة إلى درجة يلزمه 14 سنة، يعني 14 سنة اللي هي واحد سنوات اللي هي كثيرة، وهذا شروط الترقية التي نخضع لها نحن الممرضين وتقني السحاب هي راجعة إلى مجموعة من المراسيم مرسوم ديال 2005 الخاص بشروط الترقي في الدرجة والإطار، وأيضا واحد المرسوم ديال 1963 الخاص بشروط الترقي في الرتبة والدرجة. ونحن نطالب اليوم بتحسين هذه شروط الترقي وفي إطار هذه الصياغة الجديدة لمجموعة من القوانين وفي إطار صياغة النظام الأساسي لمهني الصحة في المجموعة الصحية الترابية يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار شروط الترقي، بحيث نحن مطالبنا فهي أن يتم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في 4 سنوات عوض 6 سنوات المعمول بها حاليا، أن يتم المرور من درجة إلى درجة في 8 سنوات على حد أقصى عوض 14 سنة المعمول بها حاليا، وأيضا نطالب بإضافة درجة أو درجتين فوق الدرجة الاستثنائية. هذه هي جل المطالب، وهي المطالب اللي فعلا عادلة ومشروعة
ونحن نتخوف، وخوفنا الكبير هو أن يتم مرة أخرى إقصاء الممرض المغربي في خضم هذا الزخم ديال هاد القوانين وهاد مشاريع القوانين وهاد المراسم اللي كنشوفوا أنها تصاغ بواحد الطريقة كنحسوا بواحد شوية ديال الكولسة. وبالتالي نحن سنستمر في النضال وسنستمر في هذه المطالب إلى حين تحقيقها إن شاء الله.